يا حلو صباح يا حلو تول يا حلو صباح نهارنا فل. انا محمد العفيفي ودي دومينيك غاليكا. بعد مغامرتنا اللي استمرت لمده سنه في ادغال افريقيا عشان نعبر القاره من جنوبها لشمالها، قررنا نرجع تاني لكينيا. ويلكم تو نيروبي، ويلكم تو نيروبي، ويلكم كينيا. يا بس المره دي مش هنكون لوحدنا، انتوا هتيجوا معانا عشان نعيش مع بعض مغامره من نوع مختلف. سفريه مش هتكون مجرد زياره للاماكن السياحيه، هتكون تجربه كامله هنعيش فيها كينيا بكل تفاصيلها. بس عشان تخوض التجربه دي معانا لازم يتوفر فيك او فيكي شويه شروط. اهمها انك تكون او تكوني انسان غاوي سفر، سفر المغامره، سفر الاستكشاف، يعني سفر تتعلم فيه مش سفر تتدلع فيه. يعني هتسافر على طريقتي ولا مش عارف انا بسافر ازاي، لازم تروح تتفرج على فيديوهات رحله افريقيا عشان ما تتصدمش لما تيجي معانا. وعملنا الرحله دي عشان نساعد ناس كتير نفسها انها تسافر وتعيش المغامره بنفسها، بس يا اما خايفين من القرار او مش عارفين ازاي يبداوا. عشان كده الرحله هتكون عباره عن ورشه هتتعلم فيها ازاي تسافر العالم لوحدك، بدايه بقى من اختيار وجهتك والتخطيط للرحله لغايه التقديم على الفيز وحجوزات الفنادق وكل حاجه متعلقه بالسفر. يعني من الاخر كده هدفنا ان احنا نخليك خبير سفر ادرجي. مفيش حد بعد كده يقدر يستغلك. في الرحله دي هنقضي 14 يوم في كينيا، هنعيش فيهم البلد بكل ما فيها، بدايه بقى من نيروبي لندن افريقيا لمساي مارا اشهر المحميات الطبيعيه للحيوانات في العالم، وهندلع نفسنا على شواطئ كينيا برملتها البيضاء واللي تعتبر حته من الجنه. ده غير كمان ان احنا هنندمج في المجتمع الكيني ونخش كده ونستكشف ثقافات القبائل الكينيه اللي تعتبر واحده من اغرب الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك، وهنشوفها من قريب جدا. والرحله دي هيشاركنا فيها 10 افراد بس عشان نندمج مع بعض كده ونحس ان احنا عيله، وهتبدا من يوم 1/3/2019 لغايه يوم 14/3/2019. حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نخلي سعر الرحله دي بسعر التكلفه، يعني مش هيطلع لنا فيها اي ارباح ملحوظه، ده عشان كنا متحمسين جدا للفكره، وخاصه كمان ان ده اول جروب لينا. وهتلاقي كل تفاصيل التكلفه ديت موجوده في PDF اللي موجود تحت في الديسكربشن، فما تنسوش تروحوا تشيكوا عليه عشان تعرفوا تفاصيل اكتر كمان. وتسجيل الرحله هيبدا من دلوقتي ولغايه يوم 30/1/2019، وتسجيلك للرحله مش هيكتمل من غير ايداع مبلغ $500 اللي يعتبر كدفعه مقدمه للتاكيد على الجديه. واتمنى منكم ان انتوا تقروا الملف اللي موجود تحت في الديسكربشن عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الرحله والشروط والاحكام وطريقه الدفع والتسجيل. كده يكون فيديو الاعلان عن الرحله الاهم في 2019. فما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشيروا الفيديو بقى لكل الناس اللي عايزه تسافر افريقيا واللي عايزين يعيشوا المغامره معانا. واشوفكم فيديو جديد من السودان. سلام.